الكهربائي والغاز على مستوى الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين خميس الخشنه وبومرداس وبرتوتا بالجزائر بعمليه صيانه لاسلاك الكهرباء عاليه الضغط، اين قامت الجزائريه للطرق السياره رفقه فرق الدرك الوطني والحمايه المدنيه بتامين الطريق السيار اثناء الاشغال. نتابع في تقرير طارق دريدي. هنا على مستوى النقطة الكيلومترية 743 بطريق السيار الرابط بين خميس الخشنة ببومرداس وبرتوتا بالجزائر العاصمة، يقوم عمال الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بنزع سلك كهربائي عالي التوتر واستبداله بواحد جديد لضمان تموين المناطق المجاورة بالكهرباء. في الحاله هذه واش عندنا؟ عندنا نحن فجتنا صدفه ولا جتنا باسكو لالين هذه راهي ترافيرسي دو طوروت طريق سيار شرق غرب وبدلنا فيهم ودرنا في هذه العمليه نزعنا الكونديكتور ولا الكابل الكونديكتور فابل سيكسيون 34 عاودنا بدلناه ولا غيرناه بكونديكتور 93. أثناء قيام العمال بنزع وتركيب الأسلاك الكهربائية، تقوم فرق الحماية المدنية والدرك الوطني بالتنسيق مع الجزائرية للطرق السريعة بتنظيم حركة المرور على مستوى طريق السيار شرق غرب لضمان سير عملية الصيانة في أحسن وجه ودون حصول أي حادث. تقوم مصالح الجزائرية لطرق السيارة بمرافقة زملائنا أصدقائنا لشركة سونال غاز في هذه العملية تاع تبديل الكوابل تاع الخط ذو الضغط العالي، وهذا لسلامة مستعملي طريق السيار بوضع كل التدابير والإجراءات اللازمة لتحويل مسار السير بالإضافة إلى تأمين عملية الأشغال. عمال يسابقون الزمن على طريق السيار لإنجاز العمل في أسرع وقت ممكن لعدم عرقلة حركة المرور، خاصة وأن هذا الشطر من الطريق يعرف حركية كبيرة لمختلف المركبات.